بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا من إخواننا المسلمين وولاة أمرنا ومن بنى هذا الجامع في جنات النعيم. أحبتي في الله، صدق ربي سبحانه وتعالى: وتلك الأيام يداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أيام تمضي من أعمارنا ولا يحس بهذه الأيام والنعمة فيها إلا من هو يعيش في أمن وفي أمان ويعيش في رغد عيش. أما إخواننا في بعض الأماكن أو في المستشفيات فما أطول الليل على من لم ينم. أحبتي في الله، لا أريد الإطالة عليكم، أقبلت العشر وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله كما بلغنا أوله أن يبلغنا وإياكم آخره، ونحن في زيادة إيمان وتوفيق واحتساب أجر عند الله سبحانه وتعالى. ونعلم والله أن كل واحد منكم يعلم فضائل هذه العشر، وكيف بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله كيف يستغل هذه العشر المباركة من قيام وشد مئزر وإيقاظ أهله ومدارسة للقرآن وإلى غيرها من الأعمال. بل إنه كان إذا دخلت العشر يعتكف حتى تنتهي ولا يخرج من المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الفضائل ويريد أن يطبق تطبيقاً واقعياً. فأنا وأنت الآن ماذا رتبنا لهذه العشر؟ أسوق لكم سبعاً وقاطعاً على عجالة، وبإذن الله تعيننا على استغلال هذه العشر. أولاً يا أخواني، الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، بل الله أعبد مخلصاً له ديني. من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فكلما أخلصت العمل لله سبحانه وتعالى فتح لك من الأعمال ما الله به عليم، بل وتلذذت بهذه الأعمال. الأمر الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن علمت ماذا يعمل في هذه العشر، فالله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نصوص قرآنية في اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا بأبي هو وأمي. الأمر الثالث يا أخواني، المعاصي تراها تحرم اللذة، تحرم العبادة، تحرم أشياء كثيرة. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن إذا اجتمعن على المرء أهلكنه. فلذلك لا تستصغر ذنبا، فربما تحرم طاعة ولذة عبادة بسبب معصية، نظر، سماع أو غيرها. كان أحدهم يعد طهوره وينام مبكرا ليقوم الليل، ولكنه لا يقوم. فسأل الإمام الحسن البصري رحمه الله، قال: يا إمام، إني أعد طهوري وأنام مبكر ولكن لا أقوم. قال: قيدتك ذنوبك. الأمر الرابع يا أخواني، استشعروا الأجر في هذه العشر يا أخواني، فيها ليلة خير من ألف شهر. والله لو استشعر الإنسان أنه يعيش هذه الليلة ويتنعم بها، وأنه من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فإنه حري به أن يتحراها في العشر كلها، وحري به أن يجتهد فيها أي اجتهاد، وحري به أن يعمل ويقرأ ويبذل. حدثني أحد جماعة مسجدي في الليالي العشر من سنوات في مسجدنا، يقول: كنت معتكفا ما بين التراويح إلى قيام الليل، وكنت محتسبا هذا الوقت لأنه مرتبط بأعمال كثيرة. يقول: فجأة وإذا بعامل المسجد، وأكرم به من عمل من يقوم بعناية المسجد ونظافته، يأتيني ويقول: يا شيخ، إن هناك امرأة خارج المسجد تسأل عنك باسمك،
يقول خرجت لها وقلت أنت ماذا تريدين؟ قالت أنت فلان. قلت قالت أنا جارتكم فلانة من الحي، مع أن حي يعني لا بأس به، ماذا تريدين؟ قالت بيني وبين زوجي مشكلة وهجرنا من دخل رمضان ولا ندري عن اتصال بالتلفون ولا ندري عن مكانه، وأنا وبناتي إن ذهبت لوالدي أخشى يطلقني ويقول من سمح لك، والآن والله بتدخل العشر أو دخلت العشر ما عندنا شيء أبدا في البيت. يقول أبى أتأكد منها، تحرى، يقول ذهبت وتابعت البيت وعرفته وكذا، فطرقت الباب عليها وقلت لها أنت فلانة وهذا بيت فلان؟ قالت نعم. يقول كان في جيبي فقط 500 ريال، فأخذت 500 ودخلتها من تحت الباب، وأسمعها تردد بقلب والله أعلم أنه صادق: اللهم يا رب العالمين، إن كانت ليلة القدر اللهم افتح له من خيري الدنيا والآخرة. يقول والله يا جاني هزة وشعور لا يعلم به إلا الله. يقول رجعت إلى المسجد، وكان عندي بكرة موعد مع ابني في المستشفى الحرس الوطني، فلما انتهيت الموعد وخرجت وإذا باتصال هاتفي الساعة 11 الظهر كذا تقريبا، يقول فلان ابن فلان. قلت نعم. قال أنا مرسلني فلان. قلت من فلان؟ قال والله ما أدري، فلان مديرنا في شركة، وقال اتصل على هذا الرقم وسلم لي رسالة. قلت وين وعدك؟ قال المكان الذي وعدنا أنه يعني مستشفى قوى الأمن. يقول بدأت الذاكرة ترجع عندي، إذا بهذا الرجل سبقا أقرضته مبلغ 25,000 من 20 سنة، وقد أنكرها ونسيت الموضوع حقيقة. يقول قابلت الرجل هذا وعطاني الزر، فتحت في 25,000 ورسالة اعتذار من هذا الرجل. إذن عند الله خير كثير، فلذلك تعرض إلى نفحات الله في هذا الشهر في هذه العشر، واحتسب، أهم شيء تحتسب الأجر. تقرأ حرف من القرآن كم لك، تبذل كم لك، كم من الأعمال، فإنها تتسبب في استغلال هذه العشر. أيضا من الأمور يا إخواني وتعجبوا منها حقيقة كثرة الأكل. يقول أحد السلف: أكلنا كثيرا فشربنا كثيرا فنمنا كثيرا فندمنا عند اللقاء كثيرا. فلذلك بحسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صبلة، كنت في مستشفى الأمير سلمان ألقي محاضرة عند أطباء وكذا، وذكرت لهم هذا الحديث، وكان أحد الحكماء قال لو طبقنا هذا الحديث لمتنا، لو طبقنا هذا الحديث لعشنا ومات الأطباء، ولكننا لم نطبق فمتنا وعاش الأطباء. وقال لي بعد المحاضرة طبيب قال إياك أن تحدث بهذا الحديث مرة ثانية. قلت لماذا؟ قال تبين أن نموت يا الأطباء. قلت أنت طبيب الباطنية؟ قال الله الله. فلذلك يا إخواني حقيقة أقول لا أكل، لكن لا تكثر، هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. فكثيرا من المباحات أكل شرب ضحك، لكن إذا زادت عن حدها انقلبت إلى ضدها. الأمر السادس يا إخواني قبل الأخير: من ستجالس في هذه العشر؟ يعني قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أنا أجلس في المسجد مع من؟ مع القرآن، مع من؟ مع جبريل. يعني استغل وقتك نهارا وليلا، حتى النوم اللي تنومه احتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى. في درس اللي فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وموتانا وموتكم سمين، قال أرأيتم نائما يصلي؟ أرأيتم نائما يصلي؟ قالوا كيف يا شيخ؟ قال من صلى كذا العشاء فقام كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، ومن صلى، يعني جاب أن النوم بمعنى أنك تنام ومع ذلك العمل يسجل لك، فإن تحتسب أجر كل هذا الأمر. ثم اعلم يا أخي بالله أنك إذا جالست من يعينك على طاعة الله فتح لك من أبواب الخير ما الله به عليم. وأخيرا يا أخواني، بالأمس كنا في الدار البيضاء في جامعة أحد الجوامع، فسبحان الله العظيم بين صلاة التراويح قدمت جنازة نصلي عليها، فبعد الكلمة بعد الصلاة كان عندي كلمة، قلت يا أخواني أنا أسأل نفسي وأسألكم الآن، لما سألنا قالوا أنها صائمة معظم الشهر، يعني ما عندها أي خلاف، لكن إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلذلك الإنسان منا كم يعني إخوان لنا وكم أحباب لنا وكم أقارب لنا عشنا معاهم، أين هم الآن؟ يتمنون. فأنا وأنت بكرة ما ندري متى
سيأتي يعني الأجل. ولذلك من طرائف البارح كنا في اللقاء، فكان معنا من إخواننا من المدينة أحد المشايخ يقول كان أحد الإخوان من مصر نذر على نفسه نذر أنه يموت في المدينة لفضل الحديث الذي ورد في ذلك، فما كتب الله أنه يموت في المدينة، جلس أكثر من 15 سنة، في يوم قربت وفاته يأتيه اتصال من مصر أوراق ضرورية تبع مدري كذا لازم تجي توقعها. حاول وكالة، قالوا ما ينفع وكالة. فيقول هذا الشيخ لنا البارح والله يا إخوان، يقول والله نزل في مطار القاهرة وسكتة قلبية ويموت هناك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس في أي أرض تموت. فعندما نتذكر صلي صلاة مودع، نقول صم صيام مودع، قم قيام مودع، أجلس جلسة مودع، ما تدري يا الإنسان متى يأتيك أجلك. فلذلك يا إخواني أقبلت العشر، والسعيد والله من وفق فيها لاستغلالها وقيامها وتحرى فيها هذه الليلة المباركة. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم والدينا ومن له حقنا إليهم إخوانا المسلمين في جنة النعيم. أسأله أن لا يحرمكم جلوسكم وبقاءكم وسماعكم، أسأله أن يقول لنا أن يقال لنا انصرفوا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.